المسؤول عن موسوعة جينيس أهل عصير البيك في مصر. كنا بنبدأ الحوار وفي موقع صيد الفرد طبعا هنتكلم على طول على موضوع رد الفرد. موضوع رد الفرد طبعا الحكومة احنا عرفنا إن الحكومة قدمت لموسوعة جينيس إن هي عايزة تدخل محور رد الفرد ضمن موسوعة جينيس. عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي تم وإيه اللي حصل في موضوع رد الفرد. أولاً جداً سعيد بوجودي في القاهرة معكم اليوم. اليوم رح نسأل أرقام قياسية بحضور تسجيل رقم قياسي جديد في مصر. الرقم القياسي اللي بنشهده في الغد هو رقم قياسي مسجل حاليا في كندا وحيتم باذن الله كسره بعد ما طلعنا على جميع الاهداف اللي تم تقديمها لجلسة ارقام قياسيه. الفئه هي لاعرض جسر معلق في العالم. طبعا مش الجسور هي واحده من الايكونيك ارقام قياسيه، ارقام قياسيه هندسيه جدا صعبه انها تكسر في العالم. دائما فيها تقنيات صعبة. الرقم القياسي اللي في مصر حيزيد عن الرقم القياسي في كندا تقريبا مقدار كبير، فحيكون اعتقد هو رقم قياسي وانجاز كبير. بس على حسب ما تكلمنا مع قول العرب بشكل قول العرب بالضبط، الجميل في هذا الرقم القياسي اولا انه بانجاز مصري 100%. كان دائما معظم الارقام القياسيه والانجازات تكون خبرات اجنبيه، خبرات عربيه وخبرات مصريه، بس اكدوا لنا انه كانت خبرات مصريه تماما. ثانيا الرساله او الهدف من هذا الرقم القياسي اعتقد انه حيكون نقله نوعيه في المواصلات او في ربط الطرق وربط الطرق وربط محافظات مصر ببعضها. بالضبط، فالبنيه التحتيه في مصر تقدم وجميل نشوف ارقام قياسيه مسجله في مصر. دلوقتي في 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 برج في كوبري معلق في كندا مساحته قد ايه او عرضه قد ايه؟ الرقم القياسي الحالي المسجل في كندا هو 65.2 متر، وكان في وقت تشييد هذا الجسر هو اعرض جسر في العالم سواء في فئه الجسور المعلقه او خارج الجسور المعلقه. ما فيش عرض منه خالص في هذه الفتره. تم كسره من ناحيه اعرض جسر في العالم، بس كاعرض جسر معلق اعتقد استنادا للادله اللي وصلتنا من مصر مصر حتكون هي صاحبه الرقم القياسي او صاحبه الانجاز في هذا الفئه. هل بيتدخل في ده بعيدا عن العرض التقنيات الحديثه او احدث التساليب التكنولوجيه او قوته او متانته او بالضبط؟ يعني واحد من الاشياء اللي بننظر فيها هو طريقه بناء هذا الجسر. هو مختلف عن الجسور الاخرى لانه طريقه البناء اللي فيه هو كوبري معلق او جسر معلق. الصعوبه فيه انه كل ما زاد عرض الجسر كل ما بتزيد الوزن تبعه، كل ما الكابلات لازم تكون اقوى. واعتقد السبب انه استخدموا هذه التقنيه لانه هو مبني فوق النيل، فكانوا محتاجين انه تكون في مسافه كامله او كبيره جدا تقريبا ما يقارب 300 متر فراغ تحت الجسر عشان تسمح لحركه النقل المائيه تحت الجسر، وما بتاثر نهائيا على حركه النقل المائيه تحت الجسر.